بصراحة أكيد ما كنتش باغية نكون نوميني، وأكيد بقى فيا الحال بزاف، حيت حسيت أنه ما كنتش قد المسؤولية اللي عطاوني الناس اللي كيبغيوني وصوتوا ليا. حدا ساعدو شانتال. بصراحة إحساس مش حلو أبدا أبدا أبدا. بكيت لأن أنا شخص لما بحب كتير محبة الناس لإلي، وفاش شفت تصويت ديال الناس اللي كيبغيوني في البرايم اللي كنت فيه نوميني فرحت، وحسيت راسي عندي قوة أكثر باش نكمل في البروغرام. ولكن فاش طحت مرة تانية حسيت بحال خذلتهم وما كنتش قد المسؤولية، ولكن أنا نسيت الهضرة ماشي لخاطري، نسيتها كومبليتمون. وكان حماق عليهم كاع الناس اللي كيبغيوني، كان حماق عليهم وما خصي حد يدعموني المرة الأولى. صراحة كنت من لأي واحد عزيز عليه وكيشوف فيا أنني نقدر نكمل في ستار أكاديمي وكيبغيني يصوت لي على رقم 3، أنا بعدا كان حماق عليكم وكان بغيكم بزاف بزاف بزاف، واحد الدرجة ما تصوروهاش. حب ديالي لكم ما غيتسالاش سواء كنت في البروغرام ولا ما كنتش، كنت صدع عليكم. إن شاء الله هندير شعري حمر كله حمر وإن شاء الله يعجبكم. وهذا الشيء اللي عجبني حيث أنا نوميني أنصيب شعري وكان حماق عليكم. توقعاتي لنتيجة نهار الجمعة إن شاء الله، شانتال غادي تربق تاخد تصويت ديال الجمهور، وما عرفت شكون غيبقى، يقدر سعد يقدر أنا، يقدر سعد ياخد تصويت ديال الناس اللي كي لأنها في ستار أكاديمي، وكنتمنى ما نكونش خيبت أملهم وكنحمق عليهم في كاع الحالات سواء أكنت في ستار أكاديمي أم خرجت. بغيت نقول لكاع المغاربة لكاع الناس اللي كيبغيوني في كاع أنحاء العالم أنه أنا ما قد ما نقول لهم أنني كنبغيهم سيريوزمون ما غاديش يتصوروا شحال كنحمق عليهم. هما بالنسبة ليا كل شيء ولا اللي خديكم عليا. عين القلب قالت مالك سهران بايت، وعلاش هكذا ساكت؟ جاوبها وقال ليها اللي مسهرك مسهرني، انتي شفتيه وانا سكني، دقت عليه كتسولني، ما عارف ما نقول ليها. بليز بليز صوتوا لي على رقم 3، حيت انا مازال عندي بزاف ديال الحوايج نديرهم في ستار اكاديمي، مازال كنحس براسي انني ما كنستاهلش نكون برا. الله يعطيكم الستر صوتوا لي، كنحماق عليكم.